والمزيد معنا من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، بعد التحية ضعنا في الصورة لديك الآن. تحياتي لك يوسف وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل من الإعلان الرسمي لهذا المؤتمر الصحفي للانتخابات الرئاسية 2024، هذا المؤتمر الصحفي الذي تم الإعلان فيها عن تفاصيل الجدول الزمني لهذا الاستحقاق الدستوري للشعب المصري الذي يتحرك فيه المواطنين للإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس القادم. هذا الاستحقاق الانتخابي عليه أن يبدأ وينتهي قبل 17 من يناير 2024. الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم أعلنت عن تفاصيل هذا الجدول، بداية بالطبع من فتح باب الترشح، فتح باب الترشح للمقبلين على خوض هذه الانتخابات الرئاسية القادمة وهذا الاستحقاق الانتخابي. فتح باب الترشح في البداية لتقديم أوراق الترشح، يليه بعد ذلك النظر في هذه الأوراق والتأكد من صحة الإجراءات وصحة الأوراق لقبول المرشحين للانتخابات القادمة. ثم بعد ذلك بالطبع يتم الإعلان عن استبعاد المرشحين أو الإبقاء عليهم بناء على الإجراءات والأوراق المقدمة وحسب القوانين المعمول بها حسب الهيئة الوطنية للانتخابات. بعد ذلك يتم فتح باب الدعاية الخاصة بالمرشحين القادمين ليتم كل من هو تم الموافقة عليه ضمن خطة الهيئة الوطنية للانتخابات سيقوم ببدء الحملة الانتخابية أو الحملة الدعائية الخاصة به. في بداية شهر ديسمبر تبدأ الانتخابات الخاصة بالخارج، تليها بعد ذلك بالطبع الانتخابات في الداخل. تقام الانتخابات على مرحلتين، المرحلة الأولى تكون في ديسمبر 2023 والمرحلة الثانية في يناير 2024. في البداية يقوم المواطنين على مدار 3 أيام بالذهاب إلى 10,085 مركز انتخابي على مستوى جمهورية مصر العربية. على مدار 3 أيام يقوم المصريون بالذهاب للإدلاء بأصواتهم في جميع محافظات الجمهورية. أيضا قبل الانتخابات الداخلية هناك الانتخابات بالخارج، وستكون أيضا على مدار يومين، ولكن هذه الانتخابات ستكون من 9 صباحا وحتى 9 مساء. ثم بعد ذلك يتم الإعلان عن النتيجة الأولى للمرحلة الأولى للانتخابات، ثم بعد ذلك الإعادة في يناير، الإعادة في الخارج والإعادة في الداخل. وبعد ذلك بالطبع يتم الإعلان الرسمي عن الفائز بالانتخابات الرئاسية إما عن طريق الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم بعد ذلك بالطبع النشر الرسمي في الجريدة الرسمية سواء جريدة الأهرام وأيضا جريدة الأخبار التي تم يعني الإعلان عن طريق الهيئة الوطنية للانتخابات، سيتم نشر الإعلان بها. أيضا مراحل هذه الانتخابات تختلف، فهناك بعد المرحلة الأولى وبعد طبعا تحديد المراكز الانتخابية المختلفة يكون هناك قاض لكل صندوق انتخابي، هناك قاض مشرف على هذه على هذا الصندوق. بجانب ذلك سيكون متاح لجميع المنظمات المدنية سواء كانت محلية أو عالمية بمتابعة هذه الانتخابات إذا قاموا بتقديم أوراقهم واستوفوا الأوراق المطلوبة. وسيقوم بعد ذلك أيضا هناك دعوات لهيئات دبلوماسية من البلاد الأخرى لمتابعة هذه الانتخابات إذا أرادوا أن يشاركوا في هذه المتابعة. أيضا وسائل الإعلام سيكون لها حق التغطية الخاصة، سواء وسائل إعلام محلية وعالمية ودولية لهم حق التغطية الخاصة لهذه الانتخابات. وأيضا سيكون تم التوجيه بإعطاء المساحات الكاملة والكافية لجميع المرشحين بإبداء آرائهم بدون أي انحيازات لأيا كان الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية. أيضا بعد ذلك سيكون بعد كل مرحلة سيكون هناك إعلان لأعداد أو حصر للأعداد عن طريق اللجان يعني بعد المرحلة الأولى سيكون هناك حصر للأعداد التي شاركت في الانتخابات أو الاستحقاق الدستوري. بعد ذلك سيكون هناك إعلان آخر للنتيجة النهائية.
أيضا بجانب هذه الإعلانات هناك الفترة الخاصة بالفترة الدعائية للمرشحين، سيكون هناك تحديد فترة خاصة للدعاية للمرشحين، وبعد ذلك سيكون هناك فترة الصمت الانتخابي، ثم بعد فترة الصمت الانتخابي فرصة للطعون وأيضا التظلمات لتقديم التظلمات في شهر أكتوبر وشهر نوفمبر قبل بداية الانتخابات التي تبدأ في شهر ديسمبر القادم، لكن بإذن الله على أن تنتهي العملية الانتخابية قبل 17 من يناير 2024. يعني نستطيع أن نقول زميلي كريم بيبرس أن العملية الانتخابية لاختيار رئيس جمهورية قد دشنت رسميا قبل دقائق. زميلي كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري كنت معنا مباشرة من مقر انعقاد المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات وتحديدا في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر. شكرا جزيلا لك كريم.